بالهتاف للقدس والأقصى صدحت حناجر المئات الذين شاركوا في تشييع جثمان الشهيد باسل إبراهيم في مسقط رأسه بلدة عناتة شمال شرق القدس. باسل الذي استبسل في مواجهة غطرسة جنود الاحتلال الإسرائيلي وعبر عن غضبه تجاه قرار ترامب المشؤوم قبل أن يرتقي شهيدا خلال مواجهات أمس التي شهدتها بلدته عناتة. أسيرا أولا بعدين جريحا ثم شهيد وطلب الشهادة بنية صادقة وربنا أعطاه وإحنا نحسبه لأجل الأقصى والمسجد والقدس شهيد ونتقبله عند الله. وإحنا بنقول عاصمة دولة فلسطين لحد اليوم لحد هذه الساعة عاصمة دولة فلسطين هي القدس الشريفة، وخاسة ترم واللي بيشد عليه واللي معاه خاسة ترم واليهود وكل واحد بيشدد مع ترم. إحنا بنقول مسجد الأقصى هو للمسلمين والقدس هي عاصمة دولة فلسطين. المشاركون في التشييع توافدوا من مختلف المناطق بخاصة مدينة القدس وضواحيها في رسالة تؤكد على مواصلة الطريق الذي